عايز اقول لك ان احنا دلوقتي خلاص في المراحل الاخيره لتنفيذ تقنيه الفار ان شاء الله باذن الله. وانتوا جايين النهارده في تجربه عمليه حضرها مندوب من الايفاب عشان يطمن ان التقنيه كتكنولوجي شغاله وواصله والدنيا تمام فيهاش مشكله. حكامنا بينفذوا اللي اتدربوا عليه الفتره اللي فاتت. الحمد لله يعني كان برنامج تدريبي مكثف يمكن ما تعملش في حتة تانية غير عندنا في مصر. الحمد لله أنا شايف إن إحنا نجحنا فيه. الحكام بتوعنا نجحوا فيه بشكل مبهر وبينفذوا هون النهاردة الحمد لله ولا غلطة. امبارح والنهاردة امبارح كنا في استاد السلام والنهاردة في استاد القاهرة. وإن شاء الله لازم هنعمل كمان نفس التجربة في معظم الاستادات اللي بيتلعب عليها ماتشات الدوري وإن شاء الله تنجح. وخلاص إحنا قطعنا 80-90% من شوط التدريب وتنفيذ التقنية وعلى معادنا بإذن الله الدور الثاني إن شاء الله. هما طريقتين لتنفيذ تقنية الفار. الطريقة الأولى اللي هي غرفة ثابتة في كل ملعب بس دي محتاجة شغل كتير قوي ومحتاجة زي ما بيقولوا بنية تحتية كده قوية جدا في كل الاستادات. فإحنا بس استعدنا عنها قلنا خطوة أولانية إن إحنا هنشتغل بالعربيات المتحركة السنة دي على الأقل أو السنتين ثلاثة اللي جايين. وبعد كده إن شاء الله لو في فرصة والبنية التحتية عندنا بقت جاهزة هننفذ موضوع الغرف الثابتة اللي موجودة في الاستادات. إحنا عندنا إن شاء الله تعاقدنا على 4 عربيات متنقلة عشان تنقل المباريات أو يعني تنفذ الفار في المباريات مش هتنقل. والعربيات موجودة والنهاردة في واحدة منهم هي بتشتغل معانا. التطبيق الفعلي الرسمي ان شاء الله الدور الثاني باذن الله. احنا تقريبا خلصنا التدريب يعني يمكن اخر مجموعه هتخلص يوم 8 فبراير. شوف اقول لحضرتك على حاجه. احنا في اتحاد كره القدم في سيستم او في نظام مالي يعني متابع بشكل كويس جدا. يعني يمكن حضرتك لاحظت في الفتره الاخيره انه كانت في انديه كثيره جدا عليها مستحقات ماليه كان منع موضوع القيد الجديد إلا لو أنت سددت المديونات اللي عليك، فتسددت كمية كبيرة من المديونات. في مستحقات للاتحاد عند جهات رعية برضو تم المطالبة وتم برضو الحصول على كم المستحقات. في عملية استثمار وتسويق في لجنة اللي تشكلت اللي سافرت مع عشان التعاقد مع أحد الشركات موضوع الملابس برضو لزيادة التنمية والاستثمار. موضوع مباراة السوبر المصري إنها إحنا نعملها في الإمارات في الإمارات برضو ليها مقابل مادي. ده تنمية موارد الاتحاد. وبالتالي أنت بتسعى لتنمية موارد الاتحاد ومن خلال تنمية موارد الاتحاد بتقدر تطور وتقدر ترتقي بالمنظومة في كرة القدم بصفة عامة. احنا بدأنا الفوج الثالث المجموعة الثالثة. احنا عندنا 3 مجموعات كل مجموعة 18 حكم بنأهل منهم 8 حكام ساحة و8 حكام فار و8 حكام فار مساعد. احنا أهلنا مجموعتين قبل كده دي المجموعة الثالثة بدأت النهاردة. وفي نفس الوقت عندنا حاجة تانية مهمة وهي التكنولوجي تيست لاستاد القاهرة عشان يعتمد كاستاد يحتضن المباريات تحت مشروع الفار. الحمد لله المباراة اللي بتتلعب دلوقتي دي هي مباراة الاختبار وبيتم الاختبار للاستاد النهارده. ان شاء الله النهارده ينتهي ده ويبقى الاستاد هنا جاهز لانه يستقبل مباريات تحت تقنيه الفار. خلاص بس احنا بقى اللي هنعمل ده احنا بنفسنا. احنا النهارده معانا مندوب الفيفا راجل مبسوط جدا من اللي هو شافه وشاف الناس ماشيه ازاي وحضر بنفسه المباراه اللي بتتلعب دلوقتي. حضر شوطين منها احنا بنلعب مباراه من 3 اشواط تاكد تماما ان احنا عندنا كافه الامكانيات اللي يمكنها او يمكن معها تطبيق التقنيه في المباراه الرسميه. شاف الكوميونيكيشن بين الملعب وبين الفان اللي هي العربه اللي هي هيتم منها الفار. احنا هنستخدم نظام العربيات. شاف قد ايه الناس مستوعبين الحكام فاهمين. اعتقد ان ده ليه دور كبير قوي في ان احنا ان شاء الله نقتصر وقت كبير في الفتره الجايه.
هنمشي من سيستم الفيفا زي ما حضرتك شايف. هتلاقي هناك غرف المونيتور هو موجود في الملعب، الحكم بيعملها فيه تشيك ويرجع ثاني. احنا ماشيين دلوقتي تبع البروتوكول الفار اللي الاتحاد الدولي اقره واللي الناس جايه عندنا هنا عشان تطبقه. وقت ما نكون حكامنا عندهم الرخص ويكون عدد كبير من الحكام عنده الرخص، بحيث ان احنا نقدر نغطي كل المباريات ان شاء الله.